صباح التفاؤل، اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج مفتاح الامل. صباح الخير يا فادي. صباح الفل يا شروق، صباح الجمال على كل الساده المشاهدين. النهارده معانا حلقه مهمه جدا، وهي عن مجموعه شبابيه اللي مشرفينا مش بس في مصر كمان بره مصر، وخدوا العديد من المنح. هم مجموعه شباب تالنتد. تعالوا نشوفهم مع بعض. رحبوا معايا بالمهندس محمود اسلام سلطان من محافظه المنيا، طالب بكليه الهندسه تكنولوجيا المعلومات بالصين، مؤسس فريق شباب تالنتد، خبير في مجال المنح الدراسيه والبرمجيات. اهلا بك يا باشمهندس. اهلا وسهلا بك يا فندم، منورنا النهارده في الاستوديو. وكمان معايا خير شباب صعيد مصر، المهندس حسن شرف الدين من محافظة الأقصر، وهو في الفرقة الثالثة كلية حسابات ومعلومات قسم بايو انفورماتيكس جامعة أسيوط. حصل كمان على منحة الـ HEI، وهي مبادرة للتعليم العالي، وليدر فريق الـ HR في مبادرة شباب تالنتد. أهلا بيك معنا. أهلا بيك يا أستاذ فادي. وكمان معايا الأستاذة اللي منوراني ماريا نصري وردي، هي كمان برضو من صعيد مصر من محافظة إنا تحديدا، في الفرقة الثالثة كلية تجارة جامعة كين أوشن الأمريكية، وهنا هي في عين شمس. حصلت على منحة من الـ HEI، وهي مبادرة التعليم العالي، وليدر فريق شباب تالنتد. أهلا معك. أهلا بيك يا فادي. أهلا بيك. أهلا بيكم يا جماعة، نورتونا في مفتاح الأمل. تهنئة من الحاج مهران أبو دوح لابن عمه النائب إبراهيم خليفة أبو دوح بسوهاج، يقول له ألف ألف مليون مبروك في انتخابات 2020، وحب أهنئ جميع نواب محافظة جنة ومركز أبو تشت، بقول لهم ألف مليون مبروك في انتخابات 2020، وربنا يقدركم على فعل الخير إن شاء الله. أنا حابب طبعا أبدأ بيك يا محمود. طيب أنا حابب أبدأ بيك الأول يا طيب، هنطلع لفاصل وهنرجع تاني. ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل لضيوفنا الكرام اللي منورنا هنا في الاستديو. هبدأ بيك يا باشمهندس محمود، قول لنا فكرة شباب تالنتد بدأت ازاي وايه سبب انشائها؟ هو اولا احنا مجموعة من الطلاب من مختلف محافظات مصر، في جامعات، في مننا اللي في جامعات مصرية وفي مننا اللي بيدرس بره مصر. واغلبنا حاصل على منح دراسيه جوه مصر وبره مصر، وده اللي خلانا نبدا مبادره شباب تالنتد او نبدا الفكره نفسها. والفكره بدات اونلاين، اونلاين كانت اكتر وسيله او وسيله الاسهل انها توصل للشباب من حيث افكارنا او المحتوى اللي احنا بنقدمه. فبدانا نستغل خبره كل شاب من الشباب اللي في شباب تالنتد، وبدانا ننزل محتواهم بشكل عملي، سواء عن طريق فيديوهات او عن طريق محتوى كامل، عن طريق البوستس اللي احنا بننشرها بيكون فيها عن المنح الدراسيه، عن الانترنشيبس، عن في مختلف المجالات يعني. وبكده احنا بنفيد الشباب في اننا نرفع من معنوياتهم وندعمهم، ونحاول بقدر الامكان نسهل عليهم الموضوع من خلال الخدمات اللي احنا بنقدمها. بدات شباب تالنتد في 15 ابريل 2020. احنا لسه جديد يعني السنة دي. حوالي كده 6 شهور 7 شهور بالظبط. ما شاء الله. وانا ملاحظ ان كمان ان يعني ان انتوا ساعدتوا ناس كتير. في المبادرة بتقديم ليكوا منح، ومع ذلك ان انتوا لسه بادئين في فترة قصيرة. بالظبط، لان الخدمة بتاعتنا طبعا في مدار ال 24 ساعة بنرد على اي استفسارات بدون اي مقابل، ولو حد عنده مشكلة او حاجة بنساعده، وممكن كمان نقدم له بنفسه. والحمد لله في نجاحات كتيرة جدا حصلت في شباب تالنتد. كتير من الشباب يعني الحمد لله السنة دي في الفترة أو الفترة اللي احنا بدأنا فيها لغاية النهاردة حصلوا على منح دراسية جوه مصر في جامعة، في منحة HEI أميديست، وبرضو في ناس حصلت على منح بره مصر. جميل. عايزين نتكلم يا باشمهندس حسن عن بداية المبادرة وإزاي بدأت الفكرة وإيه أهم أهدافها. هي الفكرة بدأت عموما بمجموعة شباب صغيرة كانوا كلهم أو معظمهم واخدين منح دراسية. الشباب دول عارفين يعني ايه قيمه منحه دراسيه، فعشان كده قاموا بتاسيس صفحه شباب تالنتد ومبادره شباب تالنتد اللي هو صاحب الفكره طبعا باشمهندس محمود سلطان. فقاموا بتاسيس الصفحه دي. الصفحه الاول كان اول 10 15 يوم شهر كان مثلا ما لهاش حوالي 1000 فولور او حاجه. واحده واحده الشباب بداوا يؤمنوا بالفكره اكتر وحبوا يطوروها، وفتحوا فورم من الناس انها تنضم للفريق يعني. وكذا حد فعلا انضم للفريق من منح تانية، ويعني
في ناس واخده منح بره مصر وناس واخده منح جوه مصر انضمت للفريق، والفريق بدا يكبر واحده واحده. اهداف المبادره احنا هدفنا ان احنا يعني بنركز ان احنا نوعي الطلاب، نوعي الطلاب على المستوى الثقافي، على المستوى التعليمي، المستوى العلمي، العملي، التطوعي، الانترنشيب، بننزل لهم كورسات، نعمل لهم لايفات على الصفحه، حاجات كتير جدا يعني. جميل. ان احنا بنؤمن ان الشباب دول هم عمود اي دوله طبعا، فلو الشباب دول غرزنا فيهم المبادئ دي فده ممكن يساعد ان احنا يعني ننمو ونتقدم ان شاء الله. جميل، شيء جميل جدا، بالتوفيق ان شاء الله. ده اللي بنشوفه يمكن حاليا يعني مصر الحديثه من خلال دفع الشباب لتولي المناصب القياديه. يمكن دايما اي دوله بترتقي دايما بالشباب، وده اللي ملحوظ، وده ما شاء الله عليكم يعني. انا هنتقل لماريا. حابب اعرف يا ماريا منك ان دايما اللي بيكون لاي مبادره بيكون ان في قواعد او شروط معينه، ايه القواعد اللي انتوا حطيتوها في المبادره بتاعتكم عشان تميزها عن بقيه المبادرات وما تكونش مبادره تقليديه؟ فحابب توضحي لي ده بشكل اكتر. كانت اهم حاجه الاول تكوين التيم، ان انا ازاي اجمع تيم مختلف، تيم بيقدم افكار جديده، لان احنا عارفين في صفحات كتير بتنشر منح وبتنشر حاجات تانية، فالاهم حاجه الافكار، ان اي شخص هيدخل التيم لازم يكون عنده فكره جديده يحاول ان هو يوصل بيها الفكره بتاعته بشكل مختلف وبشكل مبتكر اكتر. وتاني حاجه طبعا التعاون ما بيننا كروح فريق واحد، ده اللي بيعلي مننا وده اللي بيوصلنا اكتر، بحيث ان الفكره بتاعتنا توصل لاعلى على عدد من الشباب عشان يقدروا يتواصلوا معانا ويعرفوا مننا المنح اللي هي موجوده، وغير كده الفرص الثانيه. طبعا من اهم القواعد برضو المسؤوليه، ان سواء ليدر او منبر في الصفحه عامه لازم يكون مسؤول، مش بس ان انت بتعمل تاسك عشان هو مطلوب منك تاسك، انت مسؤول ان انت حابب الفكره، حابب ان انت تقدم حاجه حلوه، حابب ان انت تخدم غيرك وان انت توصله زي ما انت وصلت. فدي كانت من اهم الحاجات اللي احنا اشتغلنا عليها ما شاء الله. طب انا حابب كمان اعرف منك يا ماريا دلوقتي، انتوا كشباب مريتوا بالعديد من الصعوبات، خاصه ان انت من الصعيد وكمان حسن مثلا كلكم من الصعيد، وعارفين ان الصعيد بيواجهوا مشكله كبيره اللي هو عدم الوصول لبعض الحاجات اللي موجوده هنا في العاصمه في القاهره. ازاي العقبات دي حولتوها لمسيره نجاح؟ عملتوا ايه خاصه ان انتوا كلكم واخدين منها؟ حابب ده توضحوا لي بشكل اكتر. لما كلمنا محمود الاول عن الفكره وان احنا الاقتراح علينا انتوا حابين تدخلوا ولا لا، فدي كانت حاجه جديده وحلوه ليا، خصوصا ان احنا اصلا في المنحه بتاعتنا بننزل اصلا نعمل كوميونتي سيرفيس، فاحنا بنقدم حاجه، فلما انا يجيني فكره زي دي ان انا ممكن اقدم بيها واعرف بيها ناس اكتر ان هم ياخدوا منح زيي، فدي انا كنت مرحبه بها جدا، ما كانش عندي اي اختلاف. كان الحاجه الصعبه اللي احنا واجهناها هو البعد اللي كان ما بيننا فعلا، ان احنا ازاي نتواصل ونجمع اكبر قدر بحيث ان احنا نعرف الافكار بتاعتنا. فطبعا ده سهلته علينا السوشيال ميديا طبعا بالميتنج اللي احنا كنا بنعملها، وان احنا ندخل الناس معانا وان احنا نحاول نشير الفكره بتاعتنا عشان نوصلها. جميل. فدي كانت من العقبات ان احنا كنا بعاد عن بعض. طبعا من ضمن العقبات برضو كانت بتيجي على صفحه الكومنتات، مش كل الناس كانت بتشجع الفكره، في ناس كتير دخلت اتكلمت انتوا زي اي صفحه، بس احنا بالعكس احنا ما وقفناش على ده، احنا استمرينا بان احنا بنغذي الصفحه بحاجات جديده مش حاجات موجوده على صفحات تانية، وده اللي خلى الصفحه تعلى والناس كتير بدات تتواصل معانا وتعرف عننا اكتر. جميل. جات مقدمينها كده للمستقبل، رسمين طريق حاجه كده للمستقبل ممكن تعملوها في مجموعه المبادره؟ اكيد طبعا، احنا كل فتره عامه بنحاول ننزل افكار جديده للصفحه. احنا في البدايه خالص كانت الصفحه بتقتصر على بعض الحاجات، مع بدايه الشهور ومع بدايه ان الناس بدات تزيد في الصفحه بدانا ننزل افكار جديده، واحنا ما زال ان الفريق الاداري عندنا بنقترح الافكار اللي هتبدا ننزلها الفترات الجايه بحيث ان احنا نطور اكتر من الصفحه. بالتوفيق ان شاء الله. هنرجع للبشمهندس محمود، عايزين نتكلم عن المستقبل ونظرتكم ايه، النقطه اللي بتحطوها للمستقبل وبتطلعوا لايه؟ احنا نظرتنا في المستقبل ان احنا ننشئ جيل واعي من الشباب، وان هو قادر فعلا ان هو يتحدى الصعوبات وان هو يبني مستقبله بنفسه لما يكون في محتوى فعلا الخبره بتاعتنا اللي هي مرينا بيها على مر السنين اللي فاتت موجوده قدامهم، الصعوبات اللي احنا تحديناها موجوده قدامهم، ده يخليهم عندهم طموح ان هم يحققوا ده بنفسهم، ولو في اي صعوبات قابلتهم يحاولوا يتخطوها. وفعلا في ظل جهود الدولة انها ترفع من قيمة الشاب المصري سواء جوه مصر او بره مصر، فاحنا في اي مكان شرف لمصر، ولازم فعلا ندعم الانسان وندعم الشاب المصري ان هو فعلا يحاول يحقق مستقبله بنفسه.
بالتوفيق ان شاء الله. طيب عايز اعرف ايه الفئات العمريه اللي انتم بتستهدفوها في المبادره؟ هل هناك فئات معينه او شروط معينه؟ احنا بنستهدف يعتبر جميع الفئات العمريه. احنا عندنا تيم مخصوص في المبادره، ده تيم خاص بالثانويه العامه، ده بيكون مع طلبة الثانوية العامة بداية من يعني من أول ما بيبدأوا الدفعة اللي فاتت، كنا معاهم بداية من أول ما أسسنا المبادرة لحد ما خلصوا امتحانات. بنقدم لهم نصايح قبل الامتحانات وتلخيصات ويعني كل حاجة، حاجات بتفيدهم إن هم إزاي، بنقول لهم خبرات الأجيال اللي سبقتهم وعدت السنة دي، فبنقول لهم الحاجات دي. وطبعا طلبة الجامعة بنقدم لهم المنح الدراسية والإنترنشيب المختلفة، واللي خلص جامعه برضو بيبقى فيه منح للماجستير والدكتوراه. فاحنا بنستهدف اكبر فئه عمريه يعني من اول ثانويه عامه لحد بعد التخرج، فاحنا بنستهدف فئه عمريه كبيره جدا عندنا في المبادره. جميل. انا هاخد كمان سؤالي دوت للبشمهندس محمود، انا حابب اعرف منك ايه المعايير لقبول المنح، بما ان انت بتدرس بره مصر وفي الصين، والصين من الدول العظمى، قول لي هل بيكون في معايير معينه او ازاي بتعرف المنح دي؟ حابب توضح للشباب ده يا ريت. بالظبط، هو لأي منحة في معايير للقبول، المعايير دي بتختلف من منحة للتانية، بس المعايير العامة إن المفروض إن الطالب طبعًا يكون متفوق أكاديميًا، يعني السجل الأكاديمي بتاعه فيه تفوق، بمعنى مثلًا الأنشطة الطلابية يكون مشترك في أنشطة طلابية كتير جدًا، ويكون مثلًا مشترك في أعمال خيرية، وعنده شهادات التفوق دي والجوائز. يعني أي منحة دراسية لما تدخل تيجي تقدم على أي منحة بتلاقي طالب منك الخبرة في السنوات السابقة، وكمان مش بس الخبرة أو مش بس اللي هو الأنشطة اللي شارك فيها الطالب، بيكون في حاجات ممكن الطالب يعملها في الوقت الحالي، زي حاجة اسمها الموتيفيشن ليتر أو خطاب النية أو رسالة الدافع أو البيرسونال ستيتمنت. الحاجات دي يعني إيه السبب اللي بيخليك تقدم أصلا على المنحة دي؟ بيكتب الطالب طبعا من كل الحاجات دي من دماغه، بيجاوب على أسئلة. فدايما اي منحه بتبص للحاجات دي بشكل كويس، دي المنح اللي بره مصر بتبص لها يعني بشكل كويس جدا، وبتحاول تراجعها وتقيمها، وعلى اساس كتابه الطالب بتقيمه. في ثالث حاجه خطاب التوصيه او ريكومنديشن ليتر، ده بيكون من دكتور جامعي او استاذ عندك في المدرسه، بيكتب ان الطالب فعلا يستحق ان هو يتقبل في المنحه دي. واخر حاجه واهم حاجه ان الطالب يمن الابلكيشن بشكل صحيح، ويتاكد فعلا الابلكيشن وصل لاداره المنحه او الجامعه. اما عن ان احنا ازاي بنعرف المنح دي، فلو في مثلا بيتكلم عن المنح جوه مصر، فاحنا عندنا فريق بنخصصه ان هو يكون على تواصل مع الجامعات المصريه، وبنتابع اول باول اي خبر بينزل على صفحاتهم الرسميه، وبيكون لنا برضو ناس جوه الجامعه مثلا بيساعدونا لو في عرفنا اي خبر عن المنح، وبنبدا نشتغل عليها ونوصلها للشباب ان هم يقدموا ويعرفوا اكتر عن المنح. لو منح بره مصر فاحنا بنتابع مواقع اجنبيه، وبرضه بنبقى عارفين مثلا اذا كانت المنحه دي هتنزل النهارده او لا، عارفين المواعيد بالظبط. ومنح الحكومه لها مواعيد ثابته، فبالتالي احنا بنعرفها ونترجم المعلومات دي وننزلها على الصفحه بتاعتنا. هنرجع لماريا، ايه العقبات اللي ممكن تقابل الطلبه انه ممكن ما يتمش قبولهم في المنح، وايه المميزات اللي بتتوفر ليهم؟ اول حاجه انا كواحده واخده منحه، فكانت بدايه اول حاجه العقبات اللي ممكن تواجهني ان انا ما اجيبش المجموع اللي دخلني منحه. اي منحه بتنزل بيكون ليها حد ادنى للمجموع لازم تتخطيه، لو ما تخطيتوش هم اصلا ما بيردوش عليكي، فدي من ضمن العقبات اللي ممكن تواجه الطالب فما يجيبش المجموع. تاني حاجه ان هو يملى الابلكيشن بتاعه لما اجي اقدم في المنحه، فانتي في بيكون عندك ابلكيشن بتحط البيانات بتاعتك، فاحيانا ناس كتير بتتلخم ان هي ازاي تملاه، وده اللي بيضيع منهم ان هم ممكن ينسوا بيانات كتير، وكده البيانات مش كامله. وطول ما هي البيانات مش كامله فهم بيدوا اكس على الطالب ده ان وصل البيانات بتاعته مش كامله، يتم استبعاده. بالظبط. تالت حاجه مثلا زي في اسئله شخصيه بتكون مثلا في الابلكيشن ذات نفسه، بتحاول تعرف تفكير الطالب ده ازاي، وان هو ازاي بيفكر، مش شخص جاي باحث عن السؤال وجايبه من جوجل حاطه. هم معايير دي بيحطوها بيميزوها عن طالب من طالب لطالب. في تقنيات او فنيات معينه يعني مثلا انا يعني فلان يتقبل وفلان لا، هل في مثلا فنيات او تقنيات معينه انتوا بتعملوها بتساعد في قبولكم للمنحه دي؟ انا شايفه ان مثلا زي لما بيروح يعمل مقابله شخصيه فهي دي بتكون كله عنه، فهو طبيعي لما يكون قاعد قدامه لو بيتكلم بشخصيته هيكون فاهمه، لكن لو حافظ كلام هيأثر عليه اللي هو ده حافظ، ده مش بيفكر اللي هو مش بيفكر من جواه هو عايز يقول ايه.
فده اللي بيأثر عليه ان هو ما يتقبلش وانا اتقبل. ونقطه برضو ان الطالب ممكن يعني عنده حاجات بس مش عارف يكتبها او مش عارف يوصلها، فاحنا ممكن من خلال الفريق بتاعنا بنساعده ان هو ازاي بالضبط مثلا احنا بنوفر له الحته دي كمان وبنساعده بالتقديم بشكل جيد ان هو فعلا الاكاديميه في التقديم طبعا عن طريق خبره سابقه هو عنده المعلومات الكافيه وعنده فعلا الكفاءه انه يتقبل في منحه، بس مش عارف يوصل لاداره المنحه ان هو عنده الكفاءه دي. ما شاء الله. كمله لكلام محمود وماريا، يعني النقطه اللي بترجح كف الطالب عن طالب في المنحه لو الاثنين مثلا مالوا الابلكيشن بشكل سليم والاثنين عملوا كل حاجه صح، الكوميونتي سيرفيس المنح لما بيجوا يقدموا لك منح بيبصوا ان انت بتعمل خدمه تطوعيه بتفيد مجتمعك ولا لا عشان تاخد المنحه دي، عشان تستحق المنحه دي. فالكوميونتي سيرفيس الشباب اللي هم بتوع ثانويه عامه اللي بيتطوعوا دي حاجه مهمه جدا 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 عشان ان هم يحصلوا على منحه بعد الثانويه العامه. جميل. طب انا حابب اعرف منك كمان باشمهندس حسن، دلوقتي انتوا من خلال المبادره ازاي تساعد في تطوير مصر، وعارفين ان دلوقتي مصر كل هدفها الشباب، ازاي انتوا رؤيتكم ان هي المبادره دي تستخدم ان هي تفيد اكبر قدر ممكن من الشباب؟ تمام، زي ما قلت لحضرتك ان الشباب دول هم عمود، يعني عمود اي دوله فعلا، ولو الشباب بقوا على ثقافه معينه درجه عاليه من الثقافه الدوله هتتقدم في جميع المجالات. فاحنا حاليا بدانا اونلاين، وان شاء الله في خططنا ان احنا ان شاء الله يبقى لينا مكتب ويبقى لينا مكان اوفلاين، وننزل المدارس حتى ندي سيشنات للطلبه عن المنح وعن كيفيه التقديم ليها، بحيث ان احنا يعني في طلبه مش متوفر عندها نت زي صعيد مصر مثلا، مش كل الاماكن فيها نت ويقدروا يوصلوا لصفحه المبادره. فاحنا ان شاء الله يعني في القريب العاجل هيبقى لينا مكتب ويبقى لينا مكان نقدر بعد كده نقدر من خلاله نتحرك باسم فريق شباب تالنتد، نروح المدارس ونشرح للطلاب ايه المبادره وايه يعني منحه، لان في ناس كتيره ما تعرفش يعني ايه منحه. جميل. فاحنا عايزين نشرح لهم الحاجات دي عشان بعد ثانويه عامه يبقى عندهم فكره ان هم ازاي يقدموا على المنح ويحصلوا عليها. تمام. انا قبل ما اختم انا عندي سؤال مهم ليك يا باشمهندس محمود، وهو دلوقتي انا لو من ضمن الشباب او اي حد حابب يتواصل معاكم، ايه وسيله التواصل بتاعتكم؟ وازاي هل انا دلوقتي لو انا نفسي اقدم في المنحه المعينه هل بتساعدوا الشاب دوت ان هو بيقدم في كل الاوراق، هل بتساعدوه؟ نعم بنساعده وبنحاول بقدر الامكان ان هو يحصل على المنحه دي، وهو عشان يتواصل معنا بيدخل يكتب بس على الفيسبوك شباب تالنتد او على جوجل هيظهر له البيج بتاعتنا، وممكن يتواصل معنا عن طريق البريد الالكتروني برضو، بنرد على اي رساله بتوصل لنا خلال 24 ساعه، واحنا فعلا بنحاول نساعد الشباب ان هم يحققوا هدفهم. واخيرا احنا بننعي زميلتنا توفت امبارح، ايمان احمد زميلتنا في شباب تالنتد، وبنسال الله ان هو يرحمها وان هو يغفر ليها، وان شاء الله يعني نكون فعلا احنا شباب بنساعد في تقدم الوطن وشرف لبلدنا سواء جوه مصر او بره مصر. وفعلا يعني الفكره كلها قايمه على المساعده والعمل الخيري الانساني. ربنا يرحمهم ويجعل مثواها الجنه. ولكن قبل ما نختم الحلقه عايزه اسالك يا باشمهندس حسن، ازاي المبادره دي هتساعد في تطوير مصر وجميع المجالات وجعلها من ضمن الدول المتقدمه؟ ما زي ما قلت للاستاذ فادي ان الشباب هم الفئه اللي بتركز عليها اي دوله، فاحنا بنستهدف فئه الشباب يعني من اول ثانويه عامه اللي هم محور الدوله، اللي هم من اول ثانويه عامه لحد فئه الكليه، بنحاول نساعد جميع الشباب. فئه ثانويه عامه بيبقى ليهم تيم مخصوص بيكون معاهم طول فتره الثانويه، وطلاب الجامعات بنقدم لهم الانترنشيبس والمنح اللي يقدروا من خلالها ان هم ياخدوا منح ان شاء الله، ويقدموا يعني بعد ما يخلصوا الكليه ياخدوا منح ماجستير او دكتوراه سواء جوه مصر او بره مصر. يعني المنح دي فقط في ثانويه عامه او ما بعد الحياه الجامعيه بالزبط. الماستر والدكتوراه مش كده بيأهلهم للكليه. طب ايه الحاجات البسيطه جدا اللي ممكن تقدموها للطلبه انهم يقدروا يدخلوا في المنح دي بسهوله؟ ما احنا بننزل لهم على البيج مثلا، بنعمل اعلان عن منحه معينه بعديها على طول بعدها بكام يوم بينزل واحد لايف او مثلا مسجل فيديو ازاي بالظبط يقدم في المنحه دي، فاحنا بنوفر له في بعض الاسئله اللي احنا بنقول له هو يكتبها ازاي بحيث بطريقه تكون مناسبه عشان يتقبل فيها، بس فاحنا بنوفر له ده من خلال البيج والفيديوهات اللي احنا بنزلها على الصفحه. بالاضافه ان في سكيلز معينه لازم تبقى عند الطالب بنوفرها له من خلال السيشنات على الصفحه، يعني ازاي يكتب سي في يكون سي في كويس بالزبط. يتقبل بالزبط. في المنحه دي بنوفرها له من خلال السيشنات على الصفحه عندنا. طيب انا هاخد كده لكل واحد كده بالترتيب، هاخد الباشمهندس محمود نفسه في ايه في بدايه سنه جديده يعملها في المبادره؟ نفسنا فعلا ان احنا نوصل اكبر قدر من الشباب، وان الدوله تهتم بجهودنا وتحاول بقدر الامكان تدعمنا في ان احنا فعلا الهدف الاول ان احنا نخدم الشباب اللي زينا في المجتمع المصري.
وانت كمان انا زي ما قلت لحضرتك نفسي السنه دي ان شاء الله يكون لنا مقر رئيسي فعلا حاجه اوفلاين على ارض الواقع غير الاونلاين نقدر من خلاله نتحرك ونروح المدارس ونشرح للشباب ايه فكره المبادره ويعني ايه منها. اتمنى طبعا ان طلبه كتير تعرف تتواصل لي تتواصل معانا بحيث ان هي بنقدم لها منح تخوض التجربه زينا زي ما احنا دخلنا منح فنتمنى لهم نفس الحاجه من خلال الصفحه بتاعتنا. شرفتونا في مفتاح الامل بجد ليكوا وهفضل دايما اقول لكم الياس شيء مش محتمل خليك عنيد عندك امل لو تكتئب ايه العمل الحل في مفتاح الامل. نورتونا وشرفتونا وانا فخور بيكوا وانتوا نموذج مشرف حقيقه لشباب مصر الجميل. بشكرك.